قام فريق من وزارة البيئة برئاسة السيد وزير البيئة الدكتور جاسم الفلاحي ودكتور وليد الموسي ومدير عام دار الحماية والتحسين بالمنطقة الجنوبية وبإشراف مباشر من قبل مستشار رئيس الوزارة للطاقة النووية الدكتور حامد الباهلي. نحن نعلن من محافظة ميسان من محافظة ميسان بأنه ميسان خالي من التلوث الإشعاعي، وتلك المناطق مؤهلة لإنشاء مجمعات السكنية وإنشاء المشاريع. المعطيات والقراءات التي تم الإجراء التي قام بها الفريق الميداني كانت النسب القراءات كانت ضئيلة جدا جدا، لا تصل إلى 0.16، بينما كانت قبل الإزالة كانت يعني تتجاوز 0.312-316. منطقة كميت، ناحية كميت والمعسكر أبو ناجي، يعني المنطقة الصناعية كذلك. نعم.